أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربي المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن إسبانيا خلقت الأزمة مع المغرب وجعلت أوروبا تتحملها. وقال بوريطة الذي استضافه برنامج أوروبي حوار نهاية الأسبوع لقاء أوروبا وحد إن إسبانيا لم تستشر مع أوروبا قبل اتخاذ قرارات تمس مصالح المغرب، ولم تستشر أوروبا قبل خرق معايير زائد قبول دخول شخص مطلوب من قبل القضاء الإسباني بطريقة احتيالية. وتمكنت عناصر من ولاية الأمن الدار البيضاء يوم أمس الأحد من توقيف شخص يشتبه في تورطه في توثيق ونشر مقطع فيديو يتضمن عرقلة الطريق العام تمر منه عربات التراموي بشكل يهدد سلامة الجسد وأمن وسلامة المواطنين ومستعملي الطرق. ولقي 13 شخصا مصرعهم وأصيب 2 آخرون بجروح بليغة يوم أمس الأحد خلال سقوط قاطر تلفريك في منتجع إستراسيا السياحي في منطقة شمال إيطاليا. وحسب وكالة الأنباء أنسا، هذا الحادث وقع على الساعة 12:30 على بعد 100 متر من آخر محطة تلفريك، وذلك بسبب انقطاع كابل في جزء الأعلى من مسار الرحلة. إلى هنا مشاهدينا، دمتم في أمان الله، نلقاكم غدا في موجة الأخبار.